لك حبك غريب. ايه اللي فيه شنطة ايديك؟ ايه اللي فيه شنطة ايديك؟ يا ترى صورة لأمك، للحبيب، للبلد اللي داقت عليك، حتى لو داقت عليك لسه حلو، لسه ايدها حنينة، والغريب يبقى الغريب. السلام عليكم يا حاج. اهلا اهلا يا استاذ نايف، قول لي اخبار مشوارك ايه؟ توني ما امداني اسوي شيء. يعني انت ما عملتش اي حاجه خالص؟ ابدا. وين بروح؟ رحت اتمشيت شوي وقعدت افكر وش اللي اقدر اسويه. على فكره يا استاذ نايف، عايز اقول لك على حاجه، فكر كويس قبل اي خطوه تعملها في لندن هنا. المهم نرجع الموضوع، لا تضيعني. أنا أول ما دخلت لقيتك مشغول الفكر، سرحان وهيمان، ممكن أعرف السبب؟ أنا؟ سؤال بريء، يا ترى الأمر اللي أنت قاعد تفكر فيها حلوة لهالدرجة؟ يعني أقصد لدرجة السرحان؟ يا عمي نايف في إيه؟ انت رحت لبعيد قوي، وبعدين انت في ايه ولا في ايه؟ هو انت سبت كل مشاغلك ومشاكلك وفضلت لي وقعدت تراقبني؟ يعني محاولات على الخفيف، المهم لا تضيعني، وين كنت هيمان؟ مع سومة، مع الست، واحنا لينا من غيرها في الغربة هنا. معك حق، اترك فنان يا حاج. انا معك 100% لما تقول أنا وحبيبي ينيل نلنا أمانينا. الله الله الله، لكن أنا بالذات لما تغني شمس الأصيل، يا سلام، أسرح أسرح معاها في دنيا ثانية. الله على إذنك. يا عيني يا عبيد، هجيب لحضرتك القهوة حالا. إيه بسرعة. لا لا يا الله، مش معقول انت قديش دمك خفيف. هلا بدك تفهمني ان انت يا مرسك ما كنت عارف شو عم بتساوي. الله وكيلك،
الله وكيلك ما كنت بعرف. بعدين انا اصلا كترت بالشرب لحتى اهرب، بدي اهرب من هالواقع، من هالعلقه اللي انا فيها. انا اخذ القصه مزح بمزح، وهي طلعت جد اخذ تسالي، اخذ الموضوع جدي كثير. على كل الاحوال نحن هون يعني سوينا العرس والحفله تبعه، هيدي القرنه هيك تحديدا هون هون المحل، وهون تحديدا هون كنت انا وسالي دخلنا وقفنا هون ورقصنا سوا وحملتها ولفينا ورقصنا، وما بعرف عالم وعجقة، ما كنت حاسس شو عم بصير، ما كنت حاسس ابدا، ما عم بعرف حالي شو عم بعمل. حتى بانوس استغرب. صحيح بانوس، بدي اعرفك على بانوس لحظة. متضايق؟ كنت حابب اعرفه عليكي، كنت حابب يشوفك لحتى يعرف انه قديش مزمن. بتعرفي منى انا بحب هالمطعم كثير، كثير بحبه، بذكرني برحله كفاحي هون بلندن. عشان هيك اصريت تجيبني لهون اليوم؟ انا بحب اجيب لهون اللي بحبهم واللي بيهمني امرهم. انت هيك قسمت العالم لاسمين، وبما انك جبتني لهون فيعني من حقي اسال انا من اي قسم فيهم؟ انت تحديدا من الاثنين، من اللي بحبهم واللي بيهمون امري، اللي بيهمني امرهم. شو هاي؟ شو هاي اللبسه؟ هاي سلسله. هات اشوفها. شو بدك فيها؟ هات اشوف. اي قرانيه؟ اي الكرسي اعطتني اياها امي قبل ما اسافر على لندن واترك الشام، قالت لي خليها معك، هي بتحفظك وبتحميك من اولاد الحرام. وانا بسمع كلمه امي وبحفظ وصيتك. ويا ترى بعد عنك اولاد الحرام؟ غريب هذا السؤال، سالتني يا سالي يوم اللي تزوجنا. لانه اكيد اللي بيسالوك هذا السؤال هنا العالم اللي بحبوك واللي بيمم امرك. ما جاوبني. اولاد الحرام ما بعدوا لانه موجودين بكل مكان، بس الإيمان بالله ورضا الوالدين والوفاء بالوعد لأمي، هدول كلهم بيعملوا حماية وحصانة للإنسان. بس أنت مو باين عليك على فكرة. شو اللي ما مبين علي؟ هذا الحكي اللي قاعد عم تقوله مو باين عليك أبدا. يعني أنا كذاب يعني؟ شو قصدك؟ يعني مش بالضبط يعني، لا بس إنه مو مبين عليك هذا الحكي اللي عم تحكي كله. وأنا أنا هيك تربيت، أنا هيك هي قناعتي بالحياة، هيك انا اهلي ربوني. انا بعرف انه الانسان لما يكون مؤمن بالشيء اللي عم يصير معه بيكون انسان مخلص. هيك اي جات يو. عم بمزح معك، زعلت مني؟ المزح تركك عن جد عم تحكي. بتعرف سامي ما بعرف هيك، بحس هيك مرات انا كثير زهقت الحياه الفيك بلندن. كل شيء فيك، كل شيء فيك، حتى اصحابي القراب مني كتير بحسهم عم بيعرفوني مصلحة، أو يمكن لأني بنت المليونير أحمد سليمان. ما بعرف هيك recently I started to feel أنه أنا I'm lonely. جاي عبالي هيك خلص بدي أغير كل حياتي من أول وجديد، بدي أخذ قرار كل حياتي. هذا الكلام اللي عم بسمعه كلام مهم كتير وبيخليني أعجب فيكي أكتر. حلو الإنسان يعيد النظر بحياته ويشوف تماماً شو عم بيدور حواليه ومين معه ومين ضده. هذا الكلام مهم، بيخليك تكوني منيحة وواقفة على رجليك صح. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه بيكتشف أنه هو صادق مع نفسه. أنا فرحان فيك كتير لأنه عم تسألي نفسك هاي الأسئلة الصعبة. هذا الكلام كتير مهم، رح يخليك تعيدي ترتيب حياتك وعن قناعة. هلأ المهم الجواب على هذا السؤال، يا ترى رح أنجح ولا لا؟ تنجح. تحب أعمل لك فنجان قهوة حق تعدل بيه مزاجك؟ يا ريت يا إيمان. من عناية. تسلم عليك.
جرى ايه يا حاج؟ يعني ما اتصلتش النهارده الصبح تطمن عليا زي عوايدك؟ مفيش يا سونيا، اتشغلت شويه. هيكون في ايه يعني؟ ايا كان انشغالك يا سيدي، برضو على الاقل اطمن عليا. طب قولي، في حاجه حصلت؟ في ايه يا سونيا؟ ما تخليش دماغك ياخدك لبعيد، مفيش حاجه. انا شرفني، يمكن المناسبات والاحتفالات الزوجيه تكون هي اللي شغلتك عني. ده انت تفكيرك راح لبعيد خالص. لا لا عظيم. طب بقول لك ايه، اولا الحمد لله اني طمنتني، ثانيا بقى البروشورات بتاعت الهوليداي خلاص جات لي. ايه ده بالسرعه دي؟ مش يعني تستنى اما ارتب ظروفي كده واشوف ايه مواعيد شغلي وكده يعني؟ انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا خلاص امبارح على كل حاجه؟ ماشي يا سونيا اتفقنا. طب بقول لك ايه، انا هستناك النهارده بالليل عشان نتفق على كل حاجه. حاضر حاضر يا سونيا حاضر. طب ممكن ما تتاخرش عليا عشان انت بجد وحشتني قوي. راعي ان انا في الشغل يا سونيا، بلاش كده. سلام، اتكل على الله. باي باي. ايه في ايه؟ يا سلام، صفية في سونيا في ساعة واحدة، الفيق لما يسعد. الله عزيز. ايوه صفصف، خير؟ ازيك يا حاج؟ الله، هو انت طالباني عشان تقولي ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ لسه سايبك الصبح يا صفيه، في ايه؟ انا كويس يا ست والحمد لله. اصل قلت اطمن عليك واقول لك كمان انك وحشتني. يا صفيه في ايه بالظبط؟ اصل امبارح كنت حاجه تانية خالص. بجد؟ طبعا بجد. انا بالليل عامله لك عشاء مخصوص النهارده، وجو رومانسي قوي احلى من الجو بتاع امبارح. لا لا لا، الليله دي مش هينفع يا صفيه، الليله دي انا مشغول جدا، في زبون انجليزي كده عازمينه انا وسامع العشاء. معلش يا حبيبي، انا برضو هستناك. لا تستني مين؟ انتي عارفه الزباين دول بيحبوا يتعشوا متاخر، يعني انا هرجع متاخر جدا يعني. بص يا صفيه، نام انتي وانا لما اوصل ان شاء الله هصحيك. يلا يلا، سلام يا حبيبي، مع السلامة. ألف سلامة يا صفية، مع السلامة. صفية وسودة، افرح يا قلبي. رجع تاني لحكاية العشاء المتأخر دي، أنا مش عارفة أعمل إيه يا نجوى. معلش يا صفية، استمري معاه للنهاية، وإذا ما نفعتش الخطة اللي إحنا عاملينها هنفكر في خطوة تانية جديدة. تعرف سامي، أنا خلقت وعشت بهالبلد طول عمري، بس ما بحياتي حسيت بجمال هاد الليك مثل هالمرة. قديش حلوة، غريب. منى، أنا والسير فانتاين قصتنا قصة، أصدقاء من أول ما جيت لندن. دائما حريص على أني يجي زورها وأحكي لها شو بصير معي، وكمان أحيانا بشكي لها همي لما بكون متضايق. يا ترى هلأ شو همك الجديد؟ أنا هلأ ما عندي هم. البحيرة صديقتي هون، ومنى حبيبتي معي، فرحان كتير. أنا عن جد مش عم بفهم، أنت هالقد رومانسي ولا عم تضحك علي؟ يعني هذا الشيء أنت بيعجبك ولا لا؟ تقبلي تتزوجيني؟ منى، أنا تقصدت أطلب منك الزواج هون قدام البحيرة، حتى تكون البحيرة شاهدة على حبي لك. سامي عن جد، أنا I don't know what to say، يعني أنا ما بحياتي فكرت أصلا موضوع الزواج. طيب فكري، أنا بطلب منك تفكري. ليكي، أنا هذا الطلب عن جد
طالع من قلبي صدقيني. سامي سامي سامي. Oh, Sam. How nice to see you. And you too. Oh, well, you still look fantastic. You too. You too, Sally. Well, aren't you going to introduce me? Yeah, of course. This is Mona. Hello, hi. Nice to meet you. And you too. Come, come. Come see. You still know how to pick them. Oh, yes, yes. Anyway, what are you doing here? Taking a walk. Well, you've come to my favorite spot. What a coincidence. It's lovely here. He must be very fond of you to bring you here. I hope so. I just proposed to Mona. Oh, how wonderful. Really? Yes. And you are the first person to know that. Well, congratulations. Thank you very much. Thank you, you're so kind. You better keep him under lock and key. He managed to escape from me. You know, I always loved you. And I always will. I only ever wanted the best for you. I have a great respect for you, Sam. Respect? Is that all? You mean you never loved me? Yes. Yes, I loved you. In my own way. You see, Mona? He always plays with words. You should have been a diplomat or a politician. Don't you agree? Yeah, of course I do. I'm happy as a businessman, sir. Yes, you see. He's a born politician. Yeah, of course he is. Take care of him. You take care of her. Okay, let's go. Settle down. Once and for all. Bye. Bye, thank you. Double espresso, please. Okay, have a seat. Thank you. Hello, Omar. Hey, Johnny. How's it going? Good. You? Oh, fine. Good to see you. Yeah. Listen, I'm glad I found you here. I need to talk to you about something. Oh, God. I hope it's not about the same thing as last time. There is a connection. What? In what way? Saad. Thank you, Ayman. You are welcome. Yes, Saad. I saw him the other day. Yeah, what happened? He's interested. He is interested. Oh, come on, John. What's Saad's interest? Saad might be interested in buying your company. What? Crazy idea. Why? Saad has the money. Oh, come on, John. You know Sammy will never agree to this. Not even if Saad is willing to pay more than the asking price. What are you saying, John? Saad is prepared to pay above the market value for our company. It might sound crazy, but it's true.
Surely he can't be doing this just because he hates Sammy. Probably he wants no competition on Edgware Road. And if that's the case, you would be the crazy one not to accept. If I were you, I would take the money now. Establish a new company when the time is right. That should be easy to do. كثير منيح. شوفي لي تقرير هانز بليكس اللي بيقول فيه انه ما بيظن في اسلحه دمار شامل بالعراق. هذا يمكن تاريخه قبل الشهر الثاني 2003. عم بتحضر بحث عن الموضوع؟ اسلحه الدمار الشامل بتهم الشارع العربي. قولي لي يا برناديت، انت مبسوطه عنا بالشغل هون بالجريده؟ كثير مبسوطه، بس أهم من هيك بهمني أعرف إذا حضرتك مبسوط من شغلي أستاذ كميل. يعني نص نص. وشو لازم أعمل لحتى أخد 10/10؟ هيك فرد مرة بدك تاخدي 10/10؟ لسه بكير يا برناديت. العمل بالصحافة صعب ومدني كتير، قد ما اشتغل الواحد فينا بيلاقي حاله مقصر. أنا بعرف إنه من طلب العلا سهر الليالي، بعرف انه حضرتك ما وصلت لهون الا من بعد شغل كبير على حالك. برافو عليكي، هلا صرتي تفكري صح. الشغل بالاعلام يا برناديت مو بس له علاقه بفرقعه الخبر اول ما بيطلع وتحليله، لا، في شغلات اهم من هيك بكتير لازم الصحفي فينا يعملها لحتى يكون صحفي ناجح. مثل شو؟ عندك العلاقات العامه، البي ار، هذا سر من اهم اسرار النجاح في مهنتك. مثلا استاذ هيكل من خلال العلاقات العامه وعلاقاته الشخصيه قدر يستنتج انه اسرائيل رح تشن حرب على لبنان، طبعا حرب تموز، وخبر الحكومه والمعارضه اللبنانيه قبل وقوع الحرب بحوالي اسبوع او 10 ايام. برناديت هذا فينا نعتبره سبق صحفي غايه في الاهميه اعتمد فيه على العلاقات العامه. فهمت. انا ما كان قصدي وجع لك راسك، بس لازم الواحد فينا يفهم كتير أمور مهمة بالحياة ويواجهها بالشجاعة. معك حق أستاذ كميل، كل واحد منا لازم يكون حازم بمواجهة حياته الشخصية. عن إذنك. لك يا سامي وينك؟ اللي ساعة ناطرك على نار. شو الحكي على نار؟ فرجيني ما تكون احترقت. لا لا، وضعك منيح تمام. طيب بعرف إنك كنت مع منى، بس يا أستاذ حضرتك عايش حالة حب وغرام وأنا عم بشتغل لك، يمكن جايب لك الفرج. الفرج وينه دخيلك؟ ها تحكي لي. بس ليك اسمعني بكل هدوء وبدون عصبية. وكل آذان صاغية. احذر مع مين كنت اليوم. مع مين؟ كنت مع جون. جون يا عمر، جون في من ورا رزقه. لك استنى علي شوي. وجون شاف سعد. طيب وبعدين؟ وبطريقته الخاصة فهمني انه سعد ممكن يشتري شركتنا بسعر عالي. نجوم السماء اقرب له يشتري شركتي. مستحيل. ولك طول بالك شوي، جون عرض علينا الفكرة وبس. الفكرة بحد ذاتها مرفوضة. معقول تبيع شركتك؟ شركتنا اللي حطينا فيها أحلامنا وتعبنا وشقانا تبيعها لواحد مثل سعد؟ الفلوس ما هي كل شيء لك يا عمر. ولك يا شو المشكلة؟ بنبيع الشركة وبنأسس شركة تانية. هيك بكل بساطة بدك تبيع الشركة وتأسس شركة تانية؟ شركة إلى اسمها بالسوق، عندها زبائن وعندها ديون متلتلة. ولو يا عمر ولو، هي مرحلة صعبة وبتعدي. شو عرفك إنه هذا سعد ما بده يعرف وضعنا بالسوق، أخبارنا، بده يعرف أسرارنا؟ شو بعدين مين فكر حاله؟ ما بقى عنده شغلة إلا يشتري شركتنا؟ طب
طول بالك، طول بالك يا سامي، الموضوع ما بيتحمل كل هالعصبية، خلينا نقعد ونفكر فيه بهدوء. شو الظاهر قدر يأثر عليك أنت التاني؟ أنا بوجهي. لك يا سامي طول بالك شوي. لك يا سامي، سامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ساعد. أهلين. بلا أهلين بلا بطيخ. بطيخ. صدق يا سامي هذه الفاكهة أنا كثير أحبها. لك أنت، أنت شو جنسك؟ ما رح تحل عنا؟ سعد نحن بنعرف بعض منيح، هاي الحركات بلاها. حركات؟ أي حركات اللي تتكلم عنها يا سامي؟ سأل حالك، ما لقيت بكل لندن إلا شركتنا بدك تشتريها؟ الظاهر جون أخذ كلامي جد. يا حبيبي هذه كانت مزحة، أنت صدقت هالمزحة؟ وبعدين تعال، أنا إيش بسوي بشركة مفلسة؟ كبر عقلك يا سامي. سعد انتبه لكلامك منيح، أنا ما بسمح لك تحكي عن شركتي هيك أبداً، فشرت تقول عنها مفلسة، فهمت؟ طيب، بنعيش وبنشوف. اسمع يا سامي، أنا أنتظر اليوم اللي تيجي بنفسك فيه هني لعندي في مكتبي وتعرض علي شركتك عشان اشتريها وبالسعر اللي أنا أبيه، فهم؟ اسمعني يا سعد، هذا الكلام آخر مرة بحكيه معك، أنا أقوى منك بسوق العقارات. مين فكر حالك؟ معك شوية مصاري مفكر بتقدر تلعب بالناس على كيفك؟ تكون غلطان، فيق، فيق من أوهامك وأحلامك المريضة. رح يجي يوم وأنت تحتاجني فيه، ساعتها رح تعرف قيمتك. شو بيك عم تشرد كل شوي؟ سعد، سعد وين؟ لا موجود، ما فيني شيء، بس شوي مضايق. شو في؟ ما في شيء، سامي مر علي اليوم المكتب وتخانقنا. الغبي مفكرني اني ابي اشتري شركة مفلسة. مش هيدا اللي بدك يصير؟ لا طبعا، مش اسوي بشركة المفلسة وعليها ديون الدنيا، بس انا بيكسر له راسه. ايش فيك؟ ليش ما تاكلين؟ ما لي نفس. في شيء مضايقك؟ في حد زعلك بالشغل؟ لا. عيال شو اللي مضايقك؟ ضايقة من حالي. خير، كل اللي تبينه انا موفر لك، ماني مقصر معاك بشيء. شو اللي ناقصك؟ بعدك ما بتعرف شو اللي ناقصني؟ ناقصني رجال يكون حدي، ناقصني انه يكون عندي حياة طبيعية زي اي مرة، ناقصني انه الرجال اللي بحبه ما يتخبى، انه يكون حدي يحميني. انت خايف كل الوقت انه مرتك تكتشف علاقتنا، طلقك.
تاخذ كل شيء منك. عرفت شو ناقصني؟ أنا حاسس فيك وقاعد أدور على حل لهالموضوع. عموما أنا بديت الخطوات العملية لانفصل عن زوجتي، بس الموضوع يبي له وقت. أنا ما بقى عندي أي وقت ضيعه سعد. هيدا الحكي سمعته منك كتير قبل هلا، والنتيجة ماشي. أنا عم بتنقل من بيت لبيت، تعبت سعد، أنا تعبت كتير. شو قصدك؟ يا أنا يا هي. Cheers! Oh, cheers. ما قلت لي وين الغيبة؟ شو كنت عم تعمل مصاري؟ أهم بكتير. في واحد حاطط عينه على شركتي وبده يسيطر علي، بس فشر في عينه. طبعا فشر بعينه، بس أنا بيني وبينك خفت شوي لتكون يعني عم تشتغل بالسياسة. تشتغل بالسياسة؟ أنا أصلاً ما بحب السياسة. لكن بس بدي أفهم، هذا الاحتفال وجايب لي قنينة شامبانيا مشان شو؟ مشان لأنك أنت مبسوط لأنك قلعت واحد مانو منيح من شركتك؟ هاي وحدة، بس في وحدة تانية. لك أنا خايف هاي الشامبانيا يفقس تمي عليها وبعدين اتعود على هذا المشروب وما بقى ينفع معي كوكتيلي الخاص. وهيدي الوحدة التانية شو هي؟ تانية أنا هويت وانتهيت، قولي بقى لون عزوم يحبي اني اقول يا ريت. هاي لساني حاسس انه راح تفهمني يا عدنان. الظاهر انت حابب على طريقه سيد درويش وعبد الوهاب. انا عايش حاله حب صعب اوصف لك اياها. يعني هالحاله الحب هي مختلفه عن كل حالات الحب اللي مريت فيها من الاول. كل مره الواحد بيحب بطريقه وباحساس مختلف. ايه صح، بس كل قصه حب لها ظروفها ومناخاتها. ظروف ومناخات. هلا انت صب لي شويه شامبانيا خليني روق الطاسه واعرف احكي لك كلمتين. ايوه. شوف يا سيدي، من ناحيه الظروف مثلا، حاله الانسان بيحكمها وضعه المادي. يعني الواحد لما بيحبه بيكون طفران، بيختلف عن لما بيحبه بيكون معه مصاري. كيف يعني بتفرق؟ بتفرق بتفرق. لما بيكون الواحد طفران بيحب بصدق، بتلاحظ على انه حاطط كل تركيزه بالحب، أما يلي بيكون معه مصاري فهو غالباً يعني ممكن يمل ويغير من لحظة لأخرى، ممكن يحب، ممكن يعمل اللي بده إياه. بس أنت هيك خليتني أقلق. أنا هي اللي بحبها مع مصاري. إيه بس هون المناخ بيلعب دور رئيسي. مناخ محيطهم اللي محاصرهم، المجتمع اللي هن عايشين فيه، الاصدقاء والاهل هن اللي بيضغطوا عليهم، بيكونوا رايحين بمسار معين، من كتر الضغط بيتحولوا بيملوا وممكن يلاقوا علاقه جديده وبيطبوا.
هذا الشيء ممكن يصير معك انت. والله يصدق ما خالصة انت، تركيبة عجيبة غريبة، مش ما درست طب نفسي. لا هذه الشغلة أخذها هواية، أنا بمارسها بأوقات الفراغ لحتى أعبر عن ذاتي مع الناس اللي بحبهم بس. قصة غريبة عجيبة. بكل أحوال أنا اليوم طلبت إيدها للزواج. هيك خبط لزق بهالسرعة؟ أنا عادة بدرس الموضوع وفكر منيح قبل ما أخذ قرار. يفلي منيح أحسن ما تطلع لك شي أملة مخباية من حيث لا تدري. كلثوم يا حبيبي، عيني عيني على عاشقين حيارة مظلومين، على الصبر مش قادرين. فين الزمن الجميل ده؟ دلوقتي كل الأغاني تقريبا بقت شبه بعضها، لكن زمان الأغاني كده كان كلامها موزون وجميل وله معنى. مظبوط، عندك حق. شكلك مش معايا، في ايه؟ مفيش، النهاردة جات لي معلومات عن هذا. طب كويس، خير؟ مش خير ولا حاجة، للأسف المعلومات دي ما اطمنش. الولد أبوه مدمن كحول، راجل مغربي ومطلق أمه بقاله 10 سنين، وهي عايشة مع راجل إنجليزي من غير جواز باعتباره بوي فريند. هو أنت بعت تسأل عن آدم ولا عن بابا ومامته؟ على الاثنين، لازم اسال عن الولد وعن اهله قبل ما اديهم البنت. ايوه، بس نوال المفروض انها تتجوز ادم مش اهله. نوال مش هتتجوز ادم، لان الولد متربي مع ابوه السكران دايما وامه اللي ماشيه على حل شعرها، يبقى هيعمل في البنت ايه لما تبقى عنده. ايه ده؟ انت عايش هنا في انجلترا بقالك اكتر من 30 سنه، معقوله تفكيرك لسه هو هو؟ دي المبادئ اللي انا اتربيت عليها وهفضل ثابت عليها طول عمري ومش هغير. امال معاشني المده دي كلها على انهي مبدا؟ احنا عايشين مع بعض على سنه الله ورسوله يا سوني. ايوه، بس حضرتك كمان الجواز اشهار واعلان. رجعنا لنفس الاسطوانيه، مفيش فايده. دي مش اسطوانه، المشكله ان انت عايز تحلل وتحرم اللي على مزاجك وبس. انت عايز تجوز البنت باختيارك مش باختيار. كمان أغنية دارت الأيام لأم كلثوم. أصل إحنا قاعدين في مطعم عربي وحاطين أغنية أم كلثوم. في إيه يا صفية؟ مالك؟
يا ستي ما بزعقلكيش ولا حاجة، أنا قلتلك إن أنا هاجي متأخر. لو سمحت يا صفية نامي وأنا هشوفك بكرة الصبح إن شاء الله. أنا في انتظارك. طيب طيب خلاص لما أجي أصحيك يا ستي. ماشي، مع السلامة، تصبح على خير. يا سلام يا سلام، إيه الرقة والدلالة النعومة دي كلها؟ من إمتى بتكلم صفية بالطريقة دي وتقول لها نامي وخايف عليها؟ يا ستي هو كلام يعني قد أعيش قوي. على فكرة أنا والله ما بدأ ولا عايزك تزعل مني، بس أنا كمان عاملة لك أمبيونس لذيذ قوي، عايزة أفرح بيك. وأكيد مكالمة التليفون لما كانت ضايقتني ممكن تحس بيا كست. يلا بقى بونا بيتي بونا بيتي بونا بيتي. مستحيل لا. سعد 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 اشرب مي. شو صار؟ ما صار شي، بس الظاهر انك شايف كابوس وقاعد تقول كلام ما مفهوم. اشرب مي. ليش انا قلت شي؟ لا بس قاعدة تقول مستحيل. اشرب اشرب مي. خلص نام انتي، انا بطلع الصالة شوي. اروح اسوي لك فنجان شاي؟ لا بنفسي بسوي الشاي. نامي لا تحاتين. سعد متأكد؟ متأكد. لا تشغلين بالك، نامي.